في فيلم كده عربي اسمه بلبل حيران تقريبا، كان في هو احمد حلمي البطل بتاع الفيلم خاطب واحده كده ان هي مش عارفه حتى تعمل اي حاجه، اي حاجه بتحصل تروح مكلماه، دي شخصيه اعتماديه عايزه بس ما ينفعش تشتغل، ما تبقاش مبدعه لان هي ما بتنهيش قصتها. يعني لو دي واحده بتشتغل في ارتس مثلا او في الاعلام او كده مش تبدا حاجه لان هي مستنيه راي الناس او الناس تعمل لها، هي دي القصه، ما بتكملش حياتهم، ما بتكملش، ما بيعرفوش يتعاملوا او ينهوا موضوع عملهم. عندنا كده شكل تاني من اشكال الاعتماديه، الست المعتمده على جوزها في كل حاجه، انا مستنيه جوزي لما يجي يوديني، انا مستنيه جوزي لما يجي هشوف هياكل ايه هناكل ايه، انا مستنيه جوزي لما يجي هنشوف هنجيب عيال ايه. طب انت فين؟ انت موجوده فين؟ الراجل ساعات بيفرح بالحته دي ان مراته ما بتعرفش تعمل حاجه من غيره، ما بتخرجش وما بتروحش وما بتجيش، بس انت في اللي بعد كده هتبدا تزهق، الروتين الشخصيه اللي ما بتتغيرش، اعمل انت، هات انت، شوف انت اللي انت عايزه، انت ليه كده يعني ليه سايباه؟ خلي بالك الراجل ما بيحبش كده، الراجل العربي الشخص العربي بيحب الست بميت ست، عايز فيكي كل حاجه، هو كده، هي الطبيعه البشريه كده، وانت كمان عايزاه الراجل بميت راجل، عايزاه يبقى الطيب والحنين والراجل والشرس والعنيف والحبوب والاب والاخ، انت عايزه كده، هو كمان عايز كده، عايز حضرتك تبقي ام حنونه فنانه رقاصه، عايز كل حاجه، هو عايز كده، فهي لازم كده. الست تقول لك بقى اول ما تتجوز تقول لك خلاص كده الحمد لله انا اتجوزت وبقيت زي الفل وانا راضيه بنصيبي. طب ايه بقى يعني ايه الخطوه اللي بعد كده؟ نجيب عيال بقى. طب ايه الخطوه بعد كده؟ خلاص بقى نقول الحمد لله. لا يا جماعه الحياه ما بتقفش، الست والراجل ما بينتهوش حياتهم بس عشان يتجوزوا او يخلفوا، الحياه مستمره، التجديد مستمر، زي حالتنا اللي كنا بنتكلم عليها في حلقه ميكانيزمات الدفاع، قلنا ان الراجل كان عنده 55 سنه ونزل بحياته النفسيه لسن ال 19 سنه مثلا، استخدم حاجه اسمها النقوص، ميكانيزم دفاع كده، هي دي، انت لازم تتجددي وهو لازم يتجدد عشان ما يحصلش روتين وكسر وتبلد مشاعر في العلاقه. فما ينفعش تقولي لجوزك اللي انت عايزه اللي انت شايفه مش يا سيد، السيد دي جميله لما انت تحتويه وتهتمي باحتياجاته، بس في نفس الوقت يحس انك ليكي راي، ان انت عندك حاجه بتقوليها، لازم يحس ان ليكي شخصيه. وعلى العكس برضو الراجل لازم تبقى هي ست الستات وتهتم بيها وتنمي كل حاجه هي عايزاها، بس في نفس الوقت يبقى انت راجل بتعرف ترد تقول لا وتقول اه وتدي حريه راي وتدي حريه تصرفات. الشخصيه الاعتماديه شخصيه فاشله اجتماعيا، فاشله تعليميا، فاشله عمليا، لان هي حياتها ناقصه، ما عندهاش ثقه في نفسها وبالتالي ما بتديش اي حاجه كامله. علاجها بسيط، معتمد على المجتمع اللي حواليه والتدعيم والتشجيع. موضوع سهل وبسيط، اتمنى تكونوا فهمتوا القصه يعني ايه وشخصيه اعتماديه شكلها ايه ونقدر نفرقها. اشوفكم الحلقه الجايه في حدوته جديده، حدوته نفسيه. مرحبا فيكم.